الفيديو اللي فات او الدرس اللي قبل ده احنا اتعلمنا ازاي نعمل صفحات تتصل بينا وفارس الموقع ومن نحن، وتعلمنا ازاي نزرع الصفحات دي في الصفحة الرئيسية للمدونة بتاعتنا. لو ما شفتش الفيديو ده هبقى سايبه لك في الوصف، وهنستكمل مع بعض الفيديو ده وهنتعرف فيه على ازاي نعمل صفحة سياسة الخصوصية وصفحة اتفاقية الاستخدام، وازاي نزرع برضو الصفحات دي في الصفحة الرئيسية للمدونة بتاعتنا. وزي ما قلت لكم الفيديو اللي فات ان الصفحات دي ضرورية انها تكون في مدونتك، لانها بتعتبر من شروط قبول مدونتك في جوجل ادسنس، وادسنس بتعتمد عليها بشكل كبير قوي في عملية قبول المدونة بتاعتك. ويلا نبدا في الشرح العملي دلوقتي، بس ما تنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك، ولو انت اول مره تشرفني في القناه اعمل سبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي الجديده. اول حاجه هنعملها ندخل على الموقع ده، هبقى سايب لك اللينك بتاعه في الوصف تقدر تخش عليه بكل سهوله. فكره الموقع ده ان احنا بنكتب هنا شويه معلومات عن الموقع بتاعنا وهو بينشئ لنا صفحه سياسه الخصوصيه ليه على طول. تمام كده، فاحنا هنعمل ايه؟ هنيجي هنا بيقول لك طالب منك اول حاجه اسم شركتك اللي هو اسم الموقع بتاعك، فانا اسم الموقع بتاعي هنعمل كده عرض المدونه اسم الموقع سيارات العرب، فهتيجي هنا تكتب كده اسم الموقع بتاعك، هكتب اسم الموقع بتاعي كده. بعد كده تحت بيقول لك اسم الموقع الويب الخاص بيك، برضو اسم اللي هو اسم شركتك برضو سيارات العرب. بعد كده عندك بيقول لك عنوان موقعك، فهنروح نجيب العنوان اللينك بتاع الموقع كوبي، ونيجي هنا ونعمل بيست. بعد كده بتضغط على التالي فتح لك الصفحة دي، بيقول لك هل تستخدم ملفات تعريف الارتباط على موقع الويب الخاص بك، فتضغط على نعم. بعد كده بيقول لك هنا هل تظهر اعلانات من خلال جوجل ادسنس على موقع الويب الخاص بك، يعني انت بتظهر اعلانات جوجل ادسنس او هتظهر اعلانات جوجل ادسنس على موقعك، طبعا اضغط على نعم. بعد كده بيقول لك هنا هل تظهر اعلانات من جهات خارجية غير جوجل ادسنس، فانت لو بتستخدم او مشترك مع شركات اخرى غير جوجل ادسنس فبتضغط على نعم، لكن انا مش مشترك مع شركات غير جوجل ادسنس فهضغط على لا. تمام كده، بعد كده بتضغط على التالي، هيفتح معاك كده هنا جايب لك الدوله، فبتختار الدوله بتاعتك من هنا، انا هختار ايجيبت. تمام، بعد كده عنوان البريد الالكتروني، بتكتب هنا عنوان البريد الالكتروني اللي انت عامل مدونتك عليه، انا هختار كده هنا. بعد كده بتضغط على انشاء سياسه الخصوصيه الخاصه بي، فتح معانا كده الصفحه دي، وده الرابط بتاع سياسة الخصوصية أو صفحة سياسة الخصوصية بتاعتك، وهنا ده ملف HTML اللي احنا هناخده للمدونة بتاعتنا. لو ضغطت كده في أي مكان هنا وضغطت على Ctrl A هيحدد معاك وتدوس على كوبي وتاخده، أو تضغط على نسخ النص إلى الحافظة. تمام بالشكل ده كده اتنسخ معانا. بعد كده هنروح على بلوجر، هنيجي هنا نعمل ايه؟ إنشاء صفحة جديدة، ونكتب هنا اسم صفحة سياسة الخصوصية باللغة الإنجليزية، لأن زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات وأنا شرحتها ووضحتها كويس في الفيديو اللي فات إن منصة بلوجر ما بتظهرش لينك الصفحة باللغة العربية، فعشان كده هنعمله بالإنجليزي في الأول. فأنا هكتب هنا سياسة الخصوصية كده باللغة الإنجليزية، بعد كده بعمل هنا في الخيارات كده عدم السماح بإضافة تعليقات، وأعمل نشر تأكيد. ولو دخلنا كده عملنا عرض كتبت معايا سياسة الخصوصية باللغة الإنجليزية. تمام كده، هو ده اللي أنا كنت عايزه. بعد كده بنضغط على تعديل، خلاص بقى عايز تغيرها بعد كده اعمل سياسة الخصوصية باللغة العربية. بعد كده بتيجي هنا بنعمل ايه؟ عرض HTML، نيجي هنا نمسح اللي مكتوب ده ديليت كده، وتضغط على Ctrl V نسخ معانا كل حاجة الملف اللي احنا نسخناه من الموقع. تمام، بعد كده بتعمل على عرض وضع الإنشاء، بعد كده بتضغط على تعديل، نرجع كده ونعمل عرض بالشكل ده كده اتعملت معايا دي السياسة الخصوصية بتاعت الصفحة بتاعتي. تمام كده، بس هي هنا ظاهرة باللغة العربية عشان انا محول تلقائي من انجليزي لعربي، لكن هي هتظهر لأي زائر باللغة الإنجليزية. فاحنا هنعمل ايه؟ هناخد كده كل دي كوبي، كل الكلام ده كده هناخده كوبي، ونيجي هنا نعمل تعديل كده، ونضغط في أي مكان، بعد كده نضغط على Ctrl A من الكيبورد، نعمل ديليت، ونعمل Ctrl V، نسخت معايا كلها كده بالعربي، كده سياسة الخصوصية بتاعت الموقع بتاعتي بقت باللغة العربية، وهتظهر لأي زائر باللغة العربية. تمام كده، بعد كده أنت بتقرأ، بتبدأ إن أنت تقرأ هنا كل حاجة مكتوبة على مهلك عشان ممكن تكون الترجمة غلط، فأنت بتقرأ ولو في حاجة غلط بتصلحها. تمام كده، وبعد ما بتخلص وتتأكد إن كل حاجة تمام بتقوم ضاغط على التعديل، وتتأكد زي ما قلت لك إن أنت عامل عدم السماح بإضافة أي تعليقات. تعديل كده. تمام كده، نعمل عرض. تمام كده، دي السياسة الخصوصية بتاعة الموقع بتاعي، سياسة الخصوصية لسيارات العرب. تمام كده،
ماشي، عايزين بقى نزل الصفحة دي جنب الصفحات اللي احنا ظهرناها دي. هنعمل ايه؟ هناخد كده لينك الصفحة دي بالكامل كوبي، ونيجي هنا نروح على التنسيق، بعد كده بنضغط على تعديل، ودي بتبقى موجودة في أي قالب. يعني لو أنت شغال على قالب غير اللي أنا شغال عليه برضه هيبقى موجود نفس الكلام دي ونفس الخطوات دي هتمشي عليه. نضغط كده على تعديل، بعد كده بتيجي هنا تنزل تحت كده وإضافة عنصر جديد، تضغط على إضافة عنصر جديد بالشكل ده كده. تمام، بيقول لك اسم الموقع الإلكتروني، هنا بنكتب اسم الصفحة سياسة الخصوصية. تمام كده، بعد كده هنا في عنوان الموقع أو عنوان URL تعمل بيست لعنوان الصفحة اللي احنا خدناه. تمام كده، نيجي هنا ونضغط على حفظ، وبتبدأ ان انت عايز تشوف ترتيبها، عايز تخليها تحت كده، عايز تخليها فوق مثلا هي الاول، براحتك. تمام كده، على حسب الترتيب اللي انت عايزه. تمام، بعد كده بتضغط على حفظ، نروح نعمل ريفرش هنا، هنلاقي ان ظهرت معانا بالشكل ده. نضغط كده على الصفحة الرئيسية، ظهرت معانا هنا بالشكل ده، واي زائر هيدخل عليها هتفتح معاه صفحة سياسة الخصوصية. تمام كده، كده احنا خلصنا من أول صفحة وهي صفحة سياسة الخصوصية. هنيجي للتاني صفحة اللي هي اتفاقية الاستخدام. هنيجي كده عند الصفحات ونعمل مشاركة جديدة، ونكتب هنا نجهزها كده باللغة الإنجليزية زي ما قلنا بقى. تمام كده، بعد كده نيجي هنا على الخيارات عدم السماح بإضافة التعليقات، دي معناها الشروط والأحكام. هي ليها اسمين، اتفاقية الاستخدام أو الشروط والأحكام، فاحنا نكتبها بالإنجليزي كده، ولو عايز تكتبها شروط الأحكام بالعربي اكتبها، ولو عايز تكتبها اتفاقية الاستخدام اكتبها بالعربي براحتك. تمام، بعد كده هضغط على نشر، تأكيد، عرض. تمام، اهي اتكتبت معايا بالإنجليزي الشروط والأحكام. نقفل كده، بعد كده بقى ايه، نقفل كده خلاص الصفحة دي اللي احنا عملناها بتاعت سياسة الخصوصية. تمام كده، هنفتح بقى موقع جديد برضو. الموقع ده هبقى سايبه لكم في الوصف، الموقع ده برضو اللي بينشئ لنا صفحة اتفاقية الاستخدام أو صفحة الشروط والأحكام. تمام، هنيجي هنا بتكتب برضو اسم شركتك، اسم الموقع بتاعك، وهنا برضو اسم الموقع الويب نفس الاسم. بعد كده بتكتب هنا عنوان موقعك، هنيجي ناخد عنوان الموقع كده كوبي، ونيجي هنا نعمل بيست. تمام كده، بعد كده بتضغط على التالي، بيطلب منك هنا الدولة برضو، بعد كده بيطلب منك عنوان البريد الإلكتروني برضو نفس الخطوات. بعد كده بتضغط على إنشاء الشروط والأحكام الخاصة بيه، برضو جايب لك هنا رابط الصفحة، وهنا جايب لك ملف ال HTML اللي احنا هناخده. تضغط برضو في أي حتة زي ما قلت لك، وتضغط على Ctrl A أو تضغط على نسخ النص. تمام كده، هنيجي على الصفحات، نضغط هنا كده نغير دي، لو عايز تغيرها تغيرها، عايز تسيبها زي ما هي كده زي ما قلت لك براحتك. أنا هغيرها وهكتبها اتفاقية الاستخدام. تمام كده، بعد كده هاجي هنا تضغط على عرض HTML ونمسح الكلام ده ديليت، وتضغط على Ctrl V نسخ معايا الملف اللي انا نسخته، عرض وضع الانشاء. تمام بالشكل ده كده، وتضغط على تعديل، نرجع كده هنا وتضغط على عرض، هتفتح معانا وتحولت معايا عربي زي ما قلت لك لان انا عامله تحويل تلقائي العربي. فهناخد الكلام ده كله كده كوبي، ونرجع تاني نضغط عليها ونمسح كل الكلام ده، كنترول A ديليت، بعد كده كنترول V. تمام كده، شروط واحكام سيارات العرب برضو اقراها زي ما قلت لك زي ما قريت التانية، اقرا دي برضو عشان لو في ترجمة غلط ولا حاجة. تمام كده، بعد ما بتخلص قراية وتتأكد ان كل حاجة تمام تضغط على تعديل، ترجع دوس على عرض بالشكل ده كده، اتعملت معايا اتفاقية الاستخدام، ودي شروط الأحكام سيارات العرب اللي هو اسم الموقع. تمام كده، بعد كده عايزين نظهرها برضو جنب الصفحات دي بالشكل ده هنا في الشريط. هنيجي هنا كده ناخد الرابط كوبي، بعد كده نروح هنا على التنسيق، نفتح كده القايمة تعديل، ننزل تحت إضافة عنصر جديد، اسم الموقع اتفاقية الاستخدام، ونيجي هنا في العنوان نعمل بيست حفظ. تمام كده، برضو لو عايز تتحكم فيها تخليها هي اللي فوق دي اللي تحت براحتك. تمام كده، بعد كده بتضغط على حفظ، ونيجي هنا نعمل إعادة تحميل للصفحة،
ظهرت معايا اتفاقية الاستخدام. خش كده على الصفحة الرئيسية، خلاص كل الكلام ده بقى مش عايزينه، ظهرت معانا اتفاقية الاستخدام وجنبها سياسة الخصوصية، وأي زائر هيضغط عليها هيفتح له اتفاقية الاستخدام بتاعة الموقع بالشكل ده. تمام كده، كده احنا خلاص خلصنا اتفاقية الاستخدام وخلصنا سياسة الخصوصية للموقع وعملنا الصفحات دي من نحن فارس الموقع واتصل بينا في الفيديو اللي فات. في ناس طلبت مني ازاي الصفحة الرئيسية دي نظهرها بالشكل ده هنا جنب الصفحات دي، فسهل خالص، برضو هتاخد الرابط ده كده، ده الرابط ده بتاع الصفحة الرئيسية، هات كده اضغط على الصفحة الرئيسية بتاعتك وتجيب الرابط ده كامل كوبي، وتيجي برضو على التنسيق وتعمل تعديل في القايمة وتعمل إضافة عنصر جديد، وتيجي هنا اسم الموقع هتعمل الصفحة الرئيسية، تكتب الصفحة الرئيسية. فهي سهلة خالص الطريقة وما فيهاش أي مشاكل. الصفحة الرئيسية وتيجي هنا في العنوان تحط عنوان الموقع بتاعك أو عنوان الصفحة الرئيسية اللي احنا خدناه ده. تمام كده، بيست وتعمل حفظ. شوف انت عايز تظهرها فين، لو عايز تظهرها في الأول خالص هتعمل كده تمام لحد ما ايه خليها هي الأولى. تمام كده، تضغط على حفظ ونيجي هنا نعمل إعادة تحميل للصفحة، ظهرت معانا اهي بالشكل ده، وأي حد هيضغط عليها جاب له الصفحة الرئيسية، يعني دي بقت اللي هيضغط عليها هيجيب له الصفحة الرئيسية، ودي برضو نفس الكلام لأن احنا حطينا الرابط بتاعها جوه زي ما وريتك. تمام كده، وكده احنا وصلنا لنهاية الفيديو بتاع النهاردة، وأتمنى أكون أفدتكم. ولو أي حد عايز يسألني على أي استفسار أو أي سؤال يسيبولي في التعليقات تحت أو بعتلي على إيميلي على الانستجرام، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد.